ده حرف النون، النون ده منفصل ولا متصل؟ منفصل. طب نكتبه متصل ازاي؟ ماشي على السطر، هنعمله سنة وعليها نقطة وماشي على السطر. هكتب نون ونون ونون، نون ونون ونون، كتبنا ثلاثة نون عشان هنجيب لهم كده وماشي على السطر اهو، ماشي على السطر ليه؟ عشان زي الالف ما اعلى زي الالف ما ما يزيد.
ماذا أكتب هنا؟ نون ضمة. ماشي ها أكتب هنا إيه؟ الجيم ده مش حاء ده عنده نقطة اسمه إيه؟ جيم. أعمله برضو بالبطن بتاعته ها؟